مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم ونتمنى أنكم تكونوا على خير فين ما كنتوا. وبرنامجنا مستمر دائما بروحه الخاصة، بروحه النسائية، بروحه الاجتماعية، فمرحبا بكم جميعا وسعيدة جدا بالتواصل معكم. المرأة اليوم في مجتمعنا عرفت تحديات كبيرة وكبيرة بزاف، واليوم غادي نقول لكم صورة من الاستقلالية النسائية عبر ثلاثة ديال النقاط في العالم. وغادي نمشي مباشرة وغادي نستقبل معايا الضيفات ديالي. معنا لالا سهام بيتيش الألماطي، وهي سيدة أعمال بالولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك لالا سهام. ربي يخليك الحبيبة، متشرفة باش نكون في هذا البرنامج وكنشكركم كاملين. بارك الله فيك، مرحبا بك. ايضا كنرحب بالسيده غزلان محمد، وهي ايضا سيده مغربيه اللي عرف المسار ديالها واحد الغنى كبير بزاف. هي عداءة والان يعني هي ربت بيت، ولكن عندها تاريخ كبير اللي غادي نرجعوا له من بعد من الاردن. مرحبا بك لاله غزلان. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مشرفين بك لاله ومرحبا بك. ومعنا ايضا سيده امال العنيقي، وهي اول سيده دخلت المجال ديال الطباعه في المغرب، واحد المجال اللي كان ربما حكر على الرجل وما كتجرأش عليه المراه. وانا سعيده مفتخره انا تكون معنا في هذا اللقاء. مرحبا بك لاله امال. مرحبا بك سكينه، مرحبا بالضيفه الكريمات، وشكرا لك على الدعوه. بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. غادي نبدا النقاش ديالي من الولايات المتحده الامريكيه، وغنبدا بك لاله سهام. بدايه قبل ما نتكلموا على المسار، نبغيو نعرفوا بعدا الاجواء، شنو كاين دابا في امريكا من حيث الكونفينمون. ايضا حتى يعني للاسف تبعنا مؤخرا واحد الموجه من الصراع العرقي اللي بغينا نعتبروه، للاسف صوره عنصريه اللي رسخات لواحد المشهد يمكن نعتبروه مشهد كارثي في حق الإنسانية. فحطينا في الصورة شي شوية نعرفوا شنو واقع. ما كانت مشكل. غنبداو بالحصار الصحي اللي كانت تعرضنا ليه وكاع الدول العالم كامل تعرض له. دابا الحمد لله ولينا كنرجعوا لحالتنا الطبيعية بشوية بشوية، ولينا كنخرجوا كنمشيو نتقداو، واللي بداو تيحلوا بزاف د الحوايج. السيمانة الجاية إن شاء الله غيحلوا تمشي للصالون، تمشي غيحلوا حتى المولات يعني، ولا حتى الريستورون يعني القهاوي، ولكن غيديروهم اوتدور يعني فتجلسي برا ما كاينش الداخل. بالنسبه القليله ديال الناس ما يكونش الناس بزاف، 25 الماكسيموم يعني الكثير. بالنسبه لهادشي اللي وقع، هادشي ديال العنصريه، يعني احنا متاسفين على هادشي اللي وقع، يعني ما كانش خصو يوقع. ما كانش احنا دابا في العصر ديال 2020، ما كانش العنصريه بين الكحل والبيض، كلشي كيتساوى. وقع هذاك الانسان تعاقب، ولكن الناس مشاو خداوها. ما كان يمكننا نوقفوا، كنا باداب واحترام ما نهرسوا ما ندقدقوا ما نحرقوا، ونوقفوا نعطيوا الراي ديالنا كاي انسان بغى يعطي يهضر على حق ديالو. ما نحرقوش ما ندقدقوش، لان من غتحرق داك الطوموبيله ديال داك الراجل، راه ماشي تتهضر على داك الانسان اللي دار العنصريه، تتحرق شي حاجه ديال شي واحد كيمتلكها، ماشي هذاك الانسان. داك الانسان دار داك الشيء غيتعاقب عليه. خصنا كانوا خصهم يوقفوا ويهضروا ويقولوا خصنا هذاك الانسان، لان في الاول ما كانوش يعاقبوا داك البوليسي. دابا من وقفوا الناس وداروا داك الحركه غيعاقبوه، دابا غيدخلوه يتحاكم. ولكن انا تنتاسف مزيان، داكشي اللي داروا الناس ما كانش خصو يدار. انا ضد الفكره بصفه عامه. المشاهد كانت شي شويه قويه، وصراع اللي المفروض انه ما يكونش يعني انسانيا، المفروض انه ما يكونش. الحمد لله البشر متساوي على الارض، للاسف كتكون بعض التعاملات اللي كترجع لما هو عرقي وما هو يعني عقائدي للاسف. ولكن ربما الرد كان رد
غنقولوا خرج واحد الشحنه داخليه عند عدد ديال الناس اللي للاسف المشهد كان صعب وصعب بزاف. صعب جدا. وانا كنظن لان شنو وقع، لان كانوا الناس محاصرين في دارهم ومن وقع هذه المشكله خرجوا بحال اللي بغاو جهلوا نقولها بالدارجه العربيه، لان الوقت توقيت ما كانش هو هذاك. انا كنعرف الامريكان كون جا في الوقت انه كانت الدنيا عاديه ما كانش الحصار قبل من داك الشيء، كانوا غيتعاملوا مع الموضوع اكثر احسن. نعم، ونتمنى خير ان شاء الله، والحمد لله اللي مطمئنين عليكم، وان شاء الله مرحله ودايزه ويكون خير ان شاء الله باذن الله. منك لاله سهام غنتقل عند لاله غيزلان. لاله غيزلان، الاردن من 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 الدول يعني اللي تعاملها مع مع الفيروس او تعاملها مع كوفيد 19 كان واحد التعامل اللي هو يمكن نعتبره من التعاملات الاستثنائيه والذكيه. ف شنو يمكن لك تقول لنا كيفاش عشتوا الحجر؟ اول شيء انا كنرحب بكم عندي في الاردن، اهلا وسهلا. موضوع هذا انا دائما كنحكي ان الاردن ما تتسماش من الدول الموبوءه، يعني كانت الحالات قليل كثير، تعاملت مع الحكومه بذكاء كما تفضلتي وحكيتي. الحجر نفسه الناس يعني ما اضطرت الحكومه انها تتشدد او شيء، لان في وعي هنايا، الناس نواعية، كل واحد شد داره والتزم بالتعليمات. لما طلقوا أصلاً الحجر يعني بقت كان طلعون شيون جيو، كله كيلبس الجلافز، كيلبسوا الكمامات، في مسافة أمان. فإحنا كنا سجلنا 9 أيام كاملة 0 حالة، غير حالة جاتنا من برا. طبعا دار عرادة كما قلت قبل هيك، دار عرادة وجو الناس، وهذا هو كان فيه الفيروس. فكانت الحالات طالعة أكثر من واحد جاي من برا، ولكن تاني قدروا يتعاملوا مع الوضع. احنا دابا الحجر كيبدا من كيبدا يطلقوا مثلا الناس كان بدهم طلعوا من الساعة 8 الصبح لسبعة العشية، خلاص يوم الجمعة حضر كامل إن شاء الله. هاي الجمعة أول جمعة غيعطيو 2 ساعة للمساجد، صلاة الجمعة 2 ساعة بس للرجال، نساء لا، بس 2 ساعة. والحمد لله رب العالمين، يعني نعتبر من الدول اللي كانت حالات قليلة، كانت تعامل مع هذا المرض بذكاء، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. ننتقل عند سيدة أمل. لالا أمل، حنا بدينا كنلاحظوا شويه الحمد لله واحد بدينا انفراجات يمكن غادي نتجهوا لرفع الحجر الصحي ان شاء الله. حاله الطوارئ اكيد انها مستمره، ولكن ربما قد يرفع الحجر الصحي من هنا 10 يونيو. الناس رجعت العمل ديالها الحمد لله، الحالات في تراجع، عارفه بانه حتى انت المجال ديالك راكي متوقفه عن العمل. يعني كيفاش دوزتي الحجر وشنو هي انت الاجراءات من جهتك اللي قريب تاخذيها؟ بالنسبه لنا في المغرب الحمد لله الحاله الوبائيه حاليا غاده وكتنزل الاعداد ديالها، وهذا الشيء اللي كيفرحنا بزاف نظرا للالتزامات اللي قامت بها الدوله. اما المغاربه عندنا شي شويه كان واحد التقصير، لو انهم امتثلوا 100% باجراءات الحجر الصحي ربما كناش حال هذه انتهينا من هذا الوباء، ولكن على اي الظروف راه مازال مستمره في هذا. احنا توقفنا منين الدوله طلبت من طباعه الجرائد تحبس طباعه الجرائد ونشرها، فلهذا تقريبا اغلبيه المطابع وقفوا النشاط التجاري ديالهم، وقفوا الطبيع باش ما يبقاش لا باساسيون ديال لي باباراس والبابي، ويمكن تنقل لينا الفيروس من شخص لشخص، ويمكن حتى الناس اللي في المطابع ما يكونوش يعرفوا يتعاملوا مع هاد الظاهره اللي كانت جديده علينا في المغرب وفي العالم كامل. الكونفينمون دوزناه عادي كيف ما كاع المغاربه في ديورنا. دابا يمكن ان شاء الله تعالى الى ترفع الحجر من هنا ل 10 يونيو، هذا الشيء اللي كنتمنوا، غادي ندخلوا ان شاء الله، وغادي يكون ضروري اجراءات صارمه باش ما تعاودش تنتشر العدوى من مدة جديد، وما ندخلوش في شي ازمه كورونيه واحده اخرى
نتمنوا هذا التحدي عند هذا الحد. املنا يا رب، املنا يا ربي، واكيد انا كنتمنوا انه تحد في هذا الباب هذا، لانه صعيب الا تعودات من جديد تكون صعبه جدا وتكون كارثيه، فنتمنوا انه التزموا وان شاء الله باذن الله يكون خير في القريب العاجل ان شاء الله. بصراحه انا حاولت غير نعرف الاوضاع، ولكن ماشي هذا هو نقاشنا اليوم. نقاشنا تبارك الله عليكم هو حضوركم كسيدات مغربيات اللي شرفتونا، واكيد انه اليوم كنتكلموا على استقلاليه المراه. ربما ملي كنتكلموا على استقلاليه المراه نوعا ما كنخلعوا المجتمع، كنقولوا المراه مستقله شويه كنزعزعوا الناس، كيفاش المراه ما غاديش تعتمد على رجل، او لا ما غاديش تعتمد على الاسره ديالها او الناس اللي قرب منها، كنشوفوها بهذا المنظر، بهذا المنظر هذا. انا غادي نبدا من عند سهام. يعني سهام، انت ربما انتقلتي لامريكا سيده متزوجه عندك اسره، ولكن رغم ذلك ربما يمكن الاطار الاجتماعي كان ممكن انك تجلسي في الدار مثلا، ومع انه حتى الجلوس ديال الدار راه ماشي سهل باش تكوني ربات بيت، راه ماشي سهل باش تجعدي مع الوليدات الى غير ذلك، كان ممكن يكون هذا هو الاختيار ديالك، لكن اختاريتي انك تشتغلي في مجال المال والاعمال، ايضا اختاريتي انك تكوني كوتش في الكيك بوكسينغ. هذا لو سبور هذا اللي مرات ديال الكيك بوكسينغ زعما كان مشكل، ياك من فكرتي في هذا الشيء؟ يس كان مشكل. يس سو التجربه ديالي انا من جيت لهنا ما لقي كان كتبدا المشكله في البدايه. من جيت بقيت واحد العام ولا عامين باش تعلمت اللغه، ضروري لان اللغه ضروريه باش تقدي تكومينيكيشي مع الناس، يعني تقدي تهضري مع الناس ويفهموك وتفهميهم. مين قلت انا اش غتجلسي؟ غتجلسي في الدار، الدار ما غتعطيك والو، شنو غديري؟ الكوكين كلينين يعني تجمعي تقابلي الاولاد، وكانوا الاولاد عندي باقيين صغار تسنيتهم زعما تيكبروا الدراري، لان هنايا صعيب باش تلقاي شي واحد يربي لك الدراري يجلس معاك، لان الفلوس الثمن ديالهم غالي باش يجيو عندك للدار يقابلوا لك الاولاد. يعني اللي غتخدمي غتعطيه لهذيك السيده اللي غتجلس عندك في الدار تقابلك الاولاد. سو تسنيت ولادي كبروا ولاو كيقدوا يمشيو مدرسه، يعني التحضيري، ومن بداوتي ولادي تيمشيو مدرسه قلت انا علاش ما نكونش انا حتى انا عضوه في هذا المجتمع الامريكي، علاش ما نعطيش حتى انا كمراه مغربيه عايشه في امريكا تعطي للمجتمع الامريكي. سو دخلت المدرسه، كملت المدرسه ديالي، مشيت للهالت كير، بديت معهم، شفت ان الناس الامريكيين تيمرضوا بزاف، تيمرضوا بالامراض الكوليسترول، هذا الطونسيو، هذا قلت علاش انا ما نعالج هاد الناس قبل ما يوصلوا داك الحال. سو مين قلت علاش ما نعالجهم؟ جاتني هاد نعم ربما بحكم الفاست فود، يعني الامريكيين الناس كيستهلكوا الوجبات السريعه بواحد الشكل كبير. ياس كياكلوا الفاست فود بزاف، يعني ما كيطيبوش في الدار، اغلبيه الامريكان ما كيطيبوش في الدار، كيشريو كلشي واجد، ولا كيشريو داك فروزن، يعني تيكون في الفريغو واجد كيشدوه يسخنوه في الميكروويف. ماشي صحي في 100، ماشي صحي كاع، ماشي 100%، حتى 1% ماشي صحي. سو قلت انا علاش ما نعاونهمش قبل ما يوصلوا، قلت نمشي لهذا الكيك بوكسين. بعدا بديت بالفيتنس، مشيت وليت كنقري، كندير كلاسز في العشيه من بعد ما تنسالي الخدمه ديالي، تمشي تندير كلاسز تنوري الناس. من بعد قلت علاش ما ناخذهاش از كارير، يعني نبدا هذه خدمه ندير، نولي في الاستوديو ديالي، يجيو عندي الناس نعاونهم، واي نات. وان شاء الله ما لقيت حتى مشكل. من دخلت لقيت راسي الناس كتشجعني، كتقول لي او ماي جاد علاش، علاش مزيان من درتي انسانه مغربيه وكتضرب داك الباك وكتعلم الرجال، واي نات. الله يعطيك الصحه. علاش الكيك بوكسينغ بالضبط؟ علاش؟ لانه هي هذيك الرياضه كتخدمي كلشي وكتحرقي السرعات الحراريه اكثر من اي اكزرسايز اخر، اي يعني اكزرسايز اخر تمارين اخر، تمارين اخرى، يعني فديك الساعه الا كانت وسا ديبون على الراجل والمراه، لان المراه كتبعني 800 سرعه حراريه بداك الساعه، والراجل تيبعني 1000 ديك الساعه،
يعني انا قلت علاش ما ديك، وعجبتني لانها كتخدمي كل شيء ومن مين طوبش تدافع على راسك. عافية هذه اللي مهمة بزاف. دافع على راسك كيما تكوني واجدة. كدير لي كور اونلاين واحد 10 كيلو بغيت نطيحها. ياس. شنو فهاد الحصر اللي داروا لنا، كنت كندير الكلاسز في الاستوديو من وقع شي، طاحت عليا فكره الله غدا قلت علاش ما ندير لهمش انا فيديوهات من داري لايف لهذا الناس ديالي يديروهم. درت هذاك الفيديوهات، الناس عجبوهم كانوا كيدخلوا معايا اللايف بزاف، وقلنا طيحوا عليا، طاحت عليا عاوتاني الفكره ديال المغربيات اللي جالسين في الدار. قلت انا اوكي مغربيات جالسين في الدار، ما كاينش جيم، ماكله، شنو وقع لينا في هذا الحجر الصحي؟ الماكله والناس. قلت لهم علاش ما نديرش انا يوتيوب شانل للمغربيات، انا هضر باللغه العربيه. حاولت ما امكن نهضر باللغه العربيه، يعني بالدارجه المغربيه ماشي اللغه العربيه، نساعدهم هما جالسين في دارهم ياخذوا واحد 30 دقيقه من الوقت ديالهم ويتدربوا في الدار، وان شاء الله رانا غاده فيه. برافو عليك، الله يعطيك الصحه. اكيد حنا مازال مواصلين في الدردشه، وغننتقل عند السيده غزلان. سيدة غزلان، يعني انت شغلتي في مجال يعني إدارة التسويق والمبيعات، إدارة التسويق والمبيعات لمدة لا يستهان بها. انت قاطنة بالأردن أزيد من 26 سنة، أم الأطفال، متزوجة، وأيضا عداءة، يعني كتخلق واحد الجو استثنائي، يعني برافو عليك الله يعطيك الصحة. يعني كتدخلي في غمار مسابقات الماراثونات، واخر ماراثون اللي ساهمتي فيه كان في المغرب، ماراثون كاليفورنيا، وتبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. ما عندي ما يتسالك، ماشي سهل بالنسبه لمراه مغربيه مربيه بثقافه مغربيه وتنتقلي بلد ايضا ربما يعني كاين واحد النوع من التشابه في الثقافه المحافظه، وتكون يعني مديره التسويق، ومن بعدها تدوز المرحله ديال الزواج والوليدات، وتحدى هاد الصوره كلها، وتكون عداءه، وربما تفرضها على مجتمعين، المجتمع الاردني والمغربي ايضا. صح. تهمينا على التجربه ديال الكلام. اول شيء زي كما قلتي كل الكلام، انا ام عندي اطفال، كما حكت سهام كانوا اولاد صغار، فاضطريت كنت قاعده في البيت. شويه بداوا يكبروا، بدأوا يمشوا المدارس، حسيت أن في طاقة هامدة أو طاقة مكبوتة أو إشي، يعني ما بعمل غير بيت وخلاص، يعني أطفال زوج، أطفال زوج بيت، وعندي وقت، يعني ما أولاد بيمشوا المدارس بيجوا بندرسهم كذا، بس في وقت طويل، يعني في وقت تقدري تديري فيه شي حاجة. افتح دانا مول جنب البيت، طبعا كانت أول تجربة طبعا لي. شي تقدمت عندهم، قلت خليني أجرب تجربة، تغيير روتين الحياة، تغيير الجو، تغيير نفسية، لأن كمان النفسية لما الواحد بقى روتين تبقى النفسية شوية مش متزبطة كما كيحكيو. فمشيت قدمت عندهم، تمام، عملت انترفيو وقبلوني ودخلت للشغل. طبعا انبسطت فيه، لأنني أنا أصلا أحب، كان بغي نحكي مع الناس، اجتماعية، فكان هذا من ضمن شغلي، يعني نشوف ناس نحكي معاهم نقنع بكذا مش عارف، فكان هذا من ضمن طبعي أنني أحكي، أنني اجتماعية، نحكي محبوبة. سيد التواصل. ففي تواصل ومش عارف مع الناس وهذا، فنجحت فيه الحمد لله. كنت بس داخلة تجربة، تحدي، هي لو بدنا بالحقيقة تحدي مع نفسي، شفت نفسي أقدر نطلع لهذه التجربة، تجربة العالم الخارجي، فلقيت نفسي بالعكس كانت تجربة ممتازة ومنيحة،
وكله تمام. فضليت في هذا الشغل لغاية ما شوية الأولاد كبروا، بقوا عندي مراهقات في البيت ومراهقين، فخلاص عملت ستوب عشان أقعد معاهم هنا أشوف، يعني لازم أكون يكونوا تحت عيني. فعملت ستوب شوية للشغل. بعد ما عملت ستوب، أنا وأنا بشتغل جوزي طبعا رياضي، هو اللي أصلا خدني لهذا المجال حقيقة. الواحد كمان شغل والبيت والولاد بيرجع نفس الروتين فخدني عشان عشان نغير جو في الأوقات الفاضية، العطلة هذا بياخدني معاه نركض، وجاب لنا مدرب يعني الأشياء اللي احنا مرات الواحد كيدخل رياضة بس ما مش عارف أشنو يعمل. فدخلنا وانبسطت معاه. بعد ما عدت من الشغل اتجهت للماراثونات، يعني بقيت كتفت الرياضة، كتفت وقت الرياضة. فلقيت نفسي ناس تشجعني، ناس بتحكي لي كتير ممتازة انت امتى بديتي، اكيد وانت صغيرة بتركضي. طبعا لا، بس احنا المغاربة في دمنا رياضة الجري. فتشجعت وبديت ماراثونات. الحمد لله توجت للمرة الرابعة، كانت تتويج لي في كاليفورنيا في المغرب، والحمد لله هاي تجربتي مع الشغل. الله يعطيك الصحة مهندي بيت سالك. وأنا بصراحة فخورة جدا بتجربتكم، شكرا لكم، لأن الطاقة أنا كتحفزني. أنا براسي كنقول بأنه الواحد عمره ما يحط يديه وقت ما وصل لواحد نقطة اللي يقول هذه نهاية، لا راه ممكن تكون بداية لأشياء أخرى. إذا الإنسان خاصو يواصل، عمره ما يحط يديه ويقول صافي أنا عجزت. ومن هذه التجربة غنتقل عند أمل. أمل، بحكم معرفتي ليك أنت سيدة اللي تحديتي المجتمع، ماشي فقط تحديتي نفسك، دخلتي واحد المجال كيف ما تنقولوا حنايا في المغرب يعني مرا وسط الرجال. صعيب باش نقبلوا حنا المرا وسط الرجال، وربما شفنا هاد التحديات اللي عاشوها النساء اللي اختاروا مهن رجالية، كيكون مضايقات، وانت غير مرا وما يمكنش ديري هاد الشيء، واش داك لهاد السوق هذا، الى غير ذلك. انت من جهتك امل ومن جهه التجربه ديالك ربما كرفض الاسره، كرفض المجتمع، واحد التحدي كبير، واش دخلك لهاد الشيء؟ اختاري شي حاجه اللي ممكن تخدم فيها المراه. كيفاش كانت التجربه ديالك؟ وبرافو عليك حيت نجحتي فيها. بارك الله فيك لالا سكينه. انا خلافا لي زانفيتي ديالك ما كنت ام حتى كنت في لو بروجي ديالي خدامه، يعني سبقت التحدي المهني. تماما. الوغ بصح نيت كان الرفض اصلا من المؤسسه اللي درت فيها لي زار غرافيك فنون الطباعه، لانهم هما ما كانوش عندهم في لا برونش ديالهم اللي في يديروا انفورماسيون في لامبريسيون اي فاسونرز، كيف في الطباعه ومهن الطباعه بصفه عامه اللي ماشي داخله في لا بياو لا بيبليكاسيون اسيستي سير اورديناتور. البنات عندنا، انت خدمتي بيدك تماما. البنات اللي كانوا في الانستيتيو اللي كنت فيه كنديروا لانفوغرافي، لا كونسيبسيون، لا كرياسيون، ديزاين، تو سكي فيمينين. امال مشات للخدمه ديال الرجال، كنخدم معاهم في لي ماشين اوفسيت. راك عرفتي لي ماشين اوفسيت، البوالور، البابي ثقيل، الخدمه ديال الرجال 100%. الوغ كان الرفض من المدير المؤسسه ديالنا اصلا. من بعد واحد المده عاد قبل انني نمشي في لا برونش ديال لامبريسيون، ايوا العائله عاوتاني، الوالده ديالي رفضت واحد الرفض قاطع وبات انني ندخل في مهنه الطباعه، لانها قالت لي بعدا المستقبل فيها غير مضمون، ما غتلقايش خدمه، ما كاينش اللي غيخدم مرا في الطباعه، ما كاينش، وما غتقدريش عليها، ومازال تابعك زواج ولاده ولكن الحمد لله هذا الشيء كله انا خلاني او جعلني نصر على انني نوصل، خلاني مصره انني نوصل داك الشيء اللي بغيت. الدراري اللي كانوا كيقراو معايا عجبهم الحال، لان انا ما كانوش كيتعاملوا معايا بحال بنت، باش ما نقولوش سي محمد. ضروري سي محمد في الجسم النسائي. ايوا على اين. المهم كانت تجربه زوينه في الانستيتيو في لا بيريود دو فورماسيون. من بعد في المجال ديال العمل
من ينتقل في الستاجات ولا العمل، لي باترون كان عجبهم الحال انك كتجيب مراه عندك الوسط طباعة، راه كانت شهره ليهم في الاول، انا راه عندي مراه كطبع، انا عندي مراه كطبع، حتى اللي ما غايجيش يطبع غايجي يشوف على الاقل قال لي تخدم ديما تماما. من بعد واحد ما دوزتش مده طويله في العمل عند في المطابع، درت البروجي ديالي بوحدي. بديت كنتكلف بلا سو تريتونس، يعني كناخذ الخدمه من عند لي كليون، كنت نخدمها وكنعاود، كنت انترميديير ما بين لي فورنيسور و لي كليون. شويه بشويه حتى مونطيت لو بروجي ديالي الحمد لله، ودابا راه ماشي مزيان ولله الحمد. ضروري الصعوبات، الصعوبات مع في السوق، صعوبات او نيفو دي مارشي، ضروري ضروري كيبغيو يقولوا غير مراه، ما كاين لا زعما داخله زحام معنا، داخله مجانبه معنا، ولكن الحمد لله ملي كيكون الاصرار وكيكون العزم وكيكون المعقول، سورتو المعقول، ما كيبقاوش يفرقوا ما بين المراه والراجل، العزيمه والمعقول هما اللي كيخليوك تكوني في السوق وتكوني واقفه على قدم ثابته بدون منازع. يعني امل كما قلتي كان صعيب، لانه الرجال كما قلتي كاين اللي غيقول اوادي جابت لي شهره الطب المطبعه ديالي مثلا، اول مراه خدمت في هذا الدومين هذا وسط الرجال الى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت وهاد المراه جايه تزاحمنا، واش دخلها لهاد السوق، هادشي ماشي منطقي الى غير ذلك، يعني واحد النظره كتكون قاسيه. كاين اللي يمكن تحطمو، انت شنو اللي خلاك انك تشبتي بهذا القرار ديالك وبهذا الحلم ديالك؟ واش تحدي الكلام الام ديالك اللي كانت رافضه التجربه، يعني كتقول لها فوالا انت قلتي لي ما غنجحش، لا انا راه غادي ننجح، اولا تحدي المجتمع بصفه عامه، ولا تحدي النظره الرجوليه اللي للاسف 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 ما غنقولش رجوليه وانما ذكوريه اللي كتشوف المراه محدوده في شي حوايج؟ هو قبل ما نهضروا على التحدي، هي كاينه الرغبه، ملي كيعجبك ان دومين ولا كيعجبك شي خدمه ديالك كتبغي تمشي فيها بعيد، ما كتفرقيش راسك واش مرا ولا راجل، كيخصك توصلي. من بعد كيكون داك الرغبه في اثبات الذات والرغبه في اثبات نفسك وسط هذاك الناس اللي رفضوا هذاك الاختيار ديالك. انا كنت كنتحمل وكنت مستعده نتحمل عواقب الاختيار ديالي الى ابعد حدود، سواء كان بالفشل او بالنجاح، والحمد لله ما عمره ما كان الفشل. دابا راني 20 عام تقريبا وانا في السوق، في لو مارشي ديال لامبريسيون، في لو دومين ديالو، لا بليبار دي فورنيسور ولا ديال لي كليون كلهم كيحترموني ومعروفه الحمد لله. انا بغيت نحقق راسي في هذا لو بروجي. كتعجبني الطباعه، يوميا كتشوفي الجديد، يوميا كطالعي على الجديد، ما كاينش فيها لا روتين، ما كنحسش براسي روتينيه في الخدمه ديالي. ما بين لامبريسيون سور بابي ولا لامبريسيون سور لي سيبورت بيبليسيتير ولا الكوميونيكاسيون ولا هذا، الحمد لله دائما كاين جديد، ديما كاينه لا كونتينيتي، هذا هو اهم حاجه اللي خلاتني نستمر فيه رغم مرور 20 سنه. ولو انني تعطاني الاختيار واعاده الاختيار غنختار لامبريسيون عاوتاني بمده جديد. الله يعطيك الصحه مهدي بيت سالك. غادي انتقل عندك يعني سهام، للاسف حنا النظره ملي تنقولوا مرا مستقله كتجينا صعيبه، كتجينا صعيبه من ناحيه ديال انه هاد المراه الا استقلت ماديا واجتماعيا وكان عندها الكيان ديالها، هادشي ما كنعممش، لانه كاين من الرجال اللي كيكون رفيق للمراه في المجتمع، تيقول لك لا برافو خاص المراه تكون ثابته نفسها، كيف ما من وراء راجل عظيم امراه، اكيد انه حتى امراه عظيمه رجل خاص تكون ثابته راسها، خاصها تكون بارزه الى غير ذلك. في المقابل كاين بعض الناس اللي تيقول لك لا امراه مستقله ربما يعني يمكن تكون ما متخلقاش، يمكن تكون ما قادراش على هذه المسؤوليه، لا ما خصهاش تكون فحال هكاك، المراه خصها تكون يعني في الاطار ديالها الى غير ذلك. هذا الشيء تحديات اللي عاشوه كل النساء اللي رفعوا شعار المساواه بمعناها الحقيقي، ماشي المساواه كشعار زعما راه حنا بغينا غير المساواه ضد، لانه للاسف كاين بعض الناس اللي كياخذوا بهذا المنطق، وانما المعنى ديال المساواه الحقيقيه، انت انسان وانا انسان، من حقك تثبت راسك ومن حقي نثبت راسي، يمكن تميز عليك يمكن تميز عليا، كما تنقولوا ارض الله واسعه، كل واحد فينا عنده الامكانيه اللي يمكن انها تخليه ينجح كيف ما يمكن تخليه يفشل ويعاود ينجح مره اخرى. يا انا مع 100% مع المراه خصها تعطى الحريه ديالها، ولكن الحريه ديالك انت هي اللي غتحترمي راسك، ماشي شي واحد غيحترم، يعني ما الحريه عندها الحدود، غديري اللي بغيتي، يعني الحريه شنو هي الحريه؟ في الوقت تكوني شي يقولوا يعني
ديري اللي بغيتي بحدود يعني دينيا واخلاقيا. ما كاينش الفرق بين المراه والراجل في العمل، يعني اللي يقدر يديره هو الراجل تاعنا نقدر نديره بحدود. نعم، وشنو هي الصعوبات السهام اللي لقيتي انت؟ لانه انت ماشي فقط غير في الكيكس بوكسينغ، وانما انت ايضا سيده اعمال، يعني كاين واحد المجالات اللي كتشغلي فيها اخرى، فيها لقاءات مع الناس، فيها ربما مشاريع كتدخلي فيها، فيها مجموعه من الامور. فشنو هي الصعوبات اللي بالنسبه لك، واخا ربما بين قوسين كنقولوا المجتمع الامريكي هو مجتمع اللي ما غتطرحش في هذه الصوره بشكل كبير، ولكن كتبقى المرأة ينظر إليها بصورة عكس الرجل، المرأة كنشيئوها للأسف. الحمد لله هنايا ما عندهمش ديك المشكلة واش أنت مرأة، لونغ إلا عطيتيهم داكشي اللي بغاو، يعني الخدمة ديالك تتوصلك. إلا شافوك كتخدمي وعقل عجبهم لايك العقل ديالك غيوصلهم لداكشي اللي بغاو، ديما تيعطيوك شي يقولوا كيعطوك فرصة، تعطوك فرصة باش تبرزي وتبيني الموهبة ديالك والى القراية ديالك والعقل ديالك وكل شيء. يعني انا ما المشكلة ديال بين يعني انا مرأة باش ندير اللي غنديرو ما طرحتش عليا هنا في امريكا، لان ديما في متنجلس تعطوني فرصة ديالي باش نهضر ونعطي الرأي ديالي وتقتنعوا بالرأي ديالي وكي يشجعوني المرأة. وتمين كنت خدامة كانوا تحت مني 10 ديال الرجال كنتريني بهم، ما عمرهم قالوا لي علاش تحكمي فينا ولاش قلنا نديروا هادشي لانك انت مرة. ديما كانوا تياخذوا مني من التجربة ديالي في الكيك بوكسين ولا التجربة ديالي في الشركة ديالي، ما كانش عندي ما كانت طرحت المشكلة لانك انت مرة ما يمكنش تقولي لي شنو غندير ولا ما نعطيكش الفرصة ديالك. يعني بالنسبة لك إلى المرأة عندها واحد الحلم وعندها واحد التحدي حمله في حياتها وخدمت عليه واجتهدت واشتغلت، ما كاينش شي حاجة اللي يمكن تحبسها؟ لا نو. لالا غيزلان، ربما يعني المرأة باش تضمن الاستقلالية ديالها في المجتمع العربي بصفة عامة، مسألة اللي كتطلب منها واحد الجهد كبير وواحد المجهود كبير. المرأة المغربية معروفة واحد المرأة اللي هي راقية، ذواقة، أنيقة، زوجة اللي صبورة، إدها لإد الرجل. للأسف بزاف ديال الناس سوقوا صورتنا بواحد الصورة اللي هي خيبة، ولكن لاحظت مؤخراً بأنه من مجموعة من المجتمعات العربية صبحوا كيدافعوا على صورة المرأة المغربية، لأنهم اقتنعوا بأن المرأة المغربية راه ماشي ديك المرأة السهلة اللي انت كتشوفها واللي يمكن تكون في أي مجتمع، وإنما المرأة المغربية راه واحد المرأة اللي عندها إمكانيات يمكن ما يكونوش عند سيدات أخريات في مجتمعات أخريات. يكفي غير الصبر ديالها، يكفي غير الالتزام ديالها، الإصرار ديالها. مرة ما كتسناش الرجل أنه يهزها، ما كتسناش الرجل أنه يعطيها، بالعكس هي كتكون جنبا إلى جانب الرجل باش تزيد به القدام. هاد إبراز الذات قدام رجل للأسف كاين بعض الرجال اللي كيحسوا به تحدي. انت كيفاش كتشوفي هذه الصوره هذه من خلال التجربه اللي عشتيها يعني لمده 26 سنه في دوله اخرى غير المغرب؟ اول حاجه ان احنا قريبين العادات والتقاليد، قريب يعني الاردن والمغرب تقريبا كيشبهوا البعض. ثاني حاجه انا الحقيقه كنعتبر نفسي محظوظه لانني انا مع عائله متفتحة واعية كتدعم المرأة عامة، زوجي أكبر داعم إلي، دائما هو اللي بيحفزني على أي إشي فيها نجاح إلي. أي ممكن أنا بتخوف مرات من أشياء، لا بيكون جنبي، بيعطيني دعم معنوي كبير، دائما بيحسسني أنني كان قدر ندير هذا الشيء. يعني انا مرات نقول يمكن نقدر يمكن لا، كيكون في تخوف، بس كنلقاه دائما هو جنبي، دائما هو بيدعمني، عائلته عائله كثير بتدعم المراه. يعني مثلا بالنسبه للبنات دراسه جامعات بيختاروا الشغل، طبعا الشغل اللي بدهم اياه بس يعني الشغل المناسب. فما ما انا في الحقيقه بنعتبر نفسي محظوظه لاني ما لقيتش
أي صعوبات أو يعني إشي مثلا ضايقني أو إشي في هذا. أنا كان حكي طبعا على اللي أنا المحيط اللي أنا فيه طبعا. كل المجتمعات فيها وفيها مثلا، مش ما فيش، بس أنا المحيط اللي أنا فيه الحقيقة أنا مبسوطة فيه ومرتاحة، وما لقيتش الحقيقة أي صعوبات لا في الشغل ولا في الدعم مثلا من جوزي، من أهل جوزي ما حد عارض أي إشي، بالعكس أي إشي أي إنجاز بعمله أي هذا بحسسوني أنني أنا مثلا وكمان صحباتي بحسسوني أنني أنا عملت إنجاز، أنني طلعت، أنني عملت إشي كما كان يقولوا زوين. من اللي طلعت بديت كان أركض، هذا شجعوني كل صحباتي عائلتي، حسيت بالناس نظرتهم فخورين بي كيف أنا طلعت ومارست هالرياضة وعملت إنجازات فيها. كمان كنت بشوف عينيهم فخر لما اشتغلت ونجحت في مجال الشغل. فالحمد لله عن جد أنا بعتبر نفسي محظوظة، وكنشكر كل اللي دعمني، وكنشكر جوزي والناس المحيطين وصحباتي، فأنا ما كانش عندي أي صعوبات الحقيقة. وشهادة جميلة جدا ونموذج المرأة جميل جدا، وأكيد أنه أي مرأة ناجحة مراهنة بزاف اللي كيدعموها. وحتى المرأة اللي ما قادش الناس اللي يدعموها كيخصها هي تكون قوية بما يكفي وتدعم نفسها، لأنه اليوم في المجتمعات بصفة عامة ما بقاش مسموح للمرأة أنها تحط يديها وتستسلم، كيخصها تكون قوية وتواجه الحياة، لأنه ما نقصها حتى شي حاجة. الحمد لله النساء اليوم وعيات، عارفات ما لهم وما عليهم، فما خاصهم إلا أنهم يخطوا الخطوة الأولى ويتوكلوا على الله. غادي نمشي عندك أمل، حنا في المجتمع المغربي كتعرف المرأة نوع من التحرر، ماشي ما كتعرفوش، ما غنقولوش تحرر شامل، لأنه راه كاين فرق ما بين الحرية وما بين الإفراط أو عدم احترام الحرية، لأنه الحرية تنتهي عند حرية الآخر، وبالتالي الحرية ماشي هو أنني نكون متحرر أنني ندير اللي بغيت، لا، ولكن أنني ندير اللي بغيت باحترامي للآخر وباحترامي بتعاملي مع الآخر. المرأة في المغرب دارت بزاف الإنجازات، كنلقاو تبارك الله نماذج من النساء المغربيات اللي كيشرفونا، وتبارك الله خير دليل على ذلك أنتم اللي حاضرين معايا اليوم. غير هو التحديات اللي كتطرح قدام هذه المرأة ملي كنجيو نجلسوا مقارنة مع الرجل تلقاوها كتكون صعبة أكثر من 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 الرجل. المرأة ملي كتجي كتقول أنا مستقلة، ربما عندي داري، عندي طوموبيلتي، عندي حياتي، عندي الخدمة ديالي، عندي كذا عندي كذا عندي كذا، حتى ملي كتدخل في العلاقة الزوجية أو ملي كتدخل في العلاقة الأسرية كتكون عندها واحد زائد واحد تساوي زوج، يعني ملي كتدخلوا في هذه العلاقة هي شراكة بصفة عامة في الحياة، زواج، عمل، علاقات إنسانية إلى غير ذلك. هاد الشراكة كيخص يكون فيها واحد كما تنقولوا مناصفة في, 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 في احترام الشروط المتبادلة ما بيناتنا. كاين الناس اللي إلى ترتي على عدم احترامهم لهاد الشروط ديال العلاقة الإنسانية كيف ما كانت، إيوا حيت مستقلة، حيت حاسة براسها، حيت قدرت تهز الراس، حيت دارت الكتاف، وربما في بعض الرجال كيقول لك لا أنا نفضل أنني ناخذ مرة جالسة في الدار غنقدر نتحكم فيها اكثر من انها ناخذ السيده خدامه مستقله غتقدر انها تنتفض عليا. بالنسبه لي انا ما كانش عندي مشكل قبل الزواج، لانني كنت كنخدم الوقت اللي بغيت وتا الوقت التالي ما بغيت، يعني نقدر ندير نوي بلونش وانا خدامه، العائله ديالي ولله الحمد كانوا عارفين شنو مخرجين من يديهم، كانت ثقه تامه تماما. في الزواج الحمد لله شريك الحياة، من يكون شريك الحياة إنسان واعي متفاهم، ما كيكونش عقلية متحجرة، العقلية المتحجرة هي اللي كتوقف ضد طموحات المرأة. بالعكس أنا لقيت الزوج ديالي دفعني، وفيما كنقول يمكن ما غنقدرش ندخل هذا البروجي، يمكن كبير عليا، يمكن صعيب، كيبقى يقول لي لا أنت صابتي كثر منه، لا ما كنش ما عمرني بغي نشوفك طايحة، ما عمرني بغي نشوفك نازلة، بالعكس خدمي ديري عليه واخا ما تاخديش ماشي مشكل. وصراحة الله وخا كنت معطله في الخدمه ما كانش كيهضر، ما كيقول حتى شي حاجه، ما كيقول لك لا علاش دخلتي معطله، لانه عارفني خدامه اصلا، نهار تزوجنا كنت خدامه وحنا مازالين خدامين ومعاونين. الاستقلاليه ديالي ما كتعنيش انني زعما فوق منه ولا اكثر منه، بالعكس حنا غاديين متساويين، علاش غادي يكون واحد فوق واحد؟
حنا غاديين في خط متوازي. علاش؟ باش نكملوا الحياه ديالنا بجوجنا. التحديات كتكون ربما مع نظره المجتمع، اما داخل العائله ولا في اطار العلاقه الزوجيه ما كيكونش هذاك المشاكل، كتر ما كتكون المجتمع اللي كيحاول يدفعك او لا يخلقها لك. الانسان خصو يكون غير تايق في راسه، ملتزم في الشغل ديالو، ملتزم في العلاقات ديالو. لما الالتزام ماشي غير في الخدمه، الالتزام مع الصحاب، الالتزام مع العائله، الالتزام مع الناس اللي خدامين معاك. ملي كيكونوا عارفين راسهم مع من خدامين وانت مع من خدامه، ما كيكونش هذاك المشكل. دونك التحدي اللي كيبقى مطروح لك انك توصل وتحقق ذاتك، وتحقيق الذات ما كيكونش على حساب شي حد اخر، كيكون تحقيق الذات بدون اضرار، يعني تحقيق الذات للذات، ليس ما نكونش انايا بغير حق ذاتي باش على حساب الزوج ديالي ولا على حساب الاهل ديالي ولا على حساب الوليدات ديالي. حتى ولادي يعني بمعنى اخر حاجة. بمعنى اخر امل، النيه خاصها تكون صافيه، يعني النيه بنيه انني نثبت راسي وانني نجح، ماشي نيه الصراع اللي للاسف كنشوفوها في بعض العلاقات الانسانيه. تماما تماما اخت سكينة، الحمد لله. وربما يمكن يكون ساعدني في هاد في النجاح ديالي شي شويه، وفي هاد التفكير الايجابي اللي كنفكر فيه، هو الدراسه ديالي للعلوم النفسيه الاجتماعيه. واخا باقي لحد الساعه كندرس علم النفس. دخلتي في مجال علم النفس، كتكوني في مجال علم النفس. تماما. الشيء اللي ساعدني بصح صراحة الدراسة ديال علم النفس ساعدتني بزاف، لا في الخدمة ديالي ولا في العلاقات الأسرية ديالي. صراحة دراسة ممتازة جدا، خلاتنا نمشيو بعيد. يعني حتى في إطار مني كنخدم مع الناس اللي معايا، ما كتحسيش براسك لي باترو، كتحسي براسك وسط خوتك وسط ليكيب ديالك اللي خصهم كيتعاونوا. يعني اون بارطاج لو طرافاي، يعني الشيء خاصو يكون حاضر في باش ننجحوا. يعني ملي كيكون ملي كتكون شي خدمه مزروبه، ما كتحش براسك راك انت لو باترون، كتهبط وسط لاتولي وكتخدم بيديك وكتهز وكتحط وكتقدر اون باليو، تقدر دير لو طرافاي ديال اصغر عامل عندك، ما كاينش مشكل لانك خدام خدام خدامين، وحنا بواحد العلاقه اخويه اكثر ما هي علاقه باترون مع العمال ديالو. المبدا ديال خدامين مع بعضياتنا وماشي عند ماشي عند هذا كيخلق هذا هو اللي كيخلق الفارق تماما. ملي ما كتحسوش انا خدام عند، كيعطي كيقول راه خدام في ديالي ومع دونك الرباح لينا كاملين والخساره راه علينا كاملين اكيد. الا غادي نطلعوا كاملين، الا غنزلوا راه غنزلوا كاملين. نعم، بصراحه النقاش معكم شيق بزاف وبزاف وما ساخياش به، ولكن اكيد انا غنحاول نسرع شويه الوتيره، مابقاش معنا الوقت كثير. انا نبغي نعرف من تجربتكم، للاسف اليوم مجتمعنا كنشوفوا فيه واحد النوع من الانشطار، كاين واحد الشطر ديال واحد الفئه ديال الشباب اللي يمكن ناخذوا السن ما بين يعني هذا الشيء اللي طالع كما تنقولوا 15 عام 16 عام حتى 25 عام حتى يعني 30 عام حتى 40 سنه في بعض الاحيان. كاينه فئه اللي كتقول لك انا مثبته في الحلم ديالي خاصني نوصل، كاينه فئه اللي ربما شويه كما تنقولوا يعني الموجه لعبات عليها، باقا ما عرفاتش اين الاتجاه اللي خاصها تفكر فيه. نبغي انني نسمع النصيحه ديالكم كسيدات ناجحات، كامهات، كمغربيات اللي تبتوا الذات ديالهم. بالنسبه لكم استقلاليه المراه كيفاش يمكن توصفوها الناس اللي مازال يمكن تلف بهم الاختيار كما تنقول؟ تفضلي سهام. اوكي، الاستقلاليه المراه الناس بزاف اللي كياخذوها بالجهه النيجاتيف، يعني خايبه، يعني المراه غتولي مستقله، غتولي ما كتحدش مع الراجل، غتولي دير تولي حتى واحد ما يقدر يهضر معاها، تولي. ولكن بالعكس، الاستقلاليه المراه ماشي هي هذيك الاستقلاليه، هي المراه تكون قاده بشغلها، قاده شنو دير، إلا كان عندها شي هدف خصها توصل له بالقوة بالإرادة، وما عمرها ما تقولي لا طحت ما نقدرش نوض، طيح وتعاود نوض إلا كانت باغا هذيك الحاجة وباغا توصل ليها، تقدر تطيحي عشرات الخطرات وتنوضي، ولكن عمرك بحال اللي كنقول هنا تجيف اب، يعني تقولي لا ماشي ما غنديرش. إلا قالت غدير المرأة ديما
وعند العزيمة ديالها غتوصل وإن شاء الله ربي غينجحها وتوصل داكشي اللي بغات. أكيد. للا غزلان أنت بدورك أيضا كيفاش يمكن لك توجهي الرسالة الاستقلالية للمرأة؟ أنا كان بغي نوجه نحكي لكل مرأة عندها حلم كانت صغيرة طبعا قدامها حياة طويلة اللي تفكر منيح كانت مثلا زي ما حكيتي من الأربعينات أو الثلاثين والفوق مرات في مرأة وتقول ما فيش وقت كتكون عندها حلم بس ما حققته كتكون ما كنقول لها ما كاين حتى شي حاجة ما كيكون فات عليها الوقت انت تبدي يكون عندك إصرار عزيمة بتنجحي وأي إشي انت باغا تديري أو باغا تحققي حتنجحي فيه حتبدعي فيه اللي انت اخترتيه انت لو اخترتي إشي حتبدعي وتحققي هذا بيخلق إيجابية حولك يعني حول أولادك بيتك أهلك كتكوني أول إشي كتكوني في نظر الناس مرأة ناجحة كتكوني قدوة لغيرك فكنقول كل وحدة بدها تحقق حلم ومازال ما بداتش تبدأ بس تكون عندها إرادة تبدأ فإن شاء الله أي واحد بيبدأ إشي ويكون هذا حلمه إلا يحققه وإن شاء الله ما نقولش ما عنديش إمكانية لا 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 ما في إشي فات أو في إشي صعب ما كاين حتى شي حاجة صعبة لو أنا عندي إرادة وباغي نوصل لهذاك الحلم كان مكافح حتى لو ما وصلش أنا بالنسبة لي كافحت وبغيت نوصل لهذا الحلم لو ما وصلتلوش خلاص كما كنقولوا ما بكتبش ولكن ما بقيتش أنا جالسة وربع إيدي وأعمل وما نقدرش لا كل وحدة كتقدر توصل أي حد كان وحدة أو واحد اللي عنده حلم ومتشبت به بيوصل له أكيد أكيد الواحد خصو يتشبت بالحلم ديالو كيف ما كان الحال طبعاً إنه ما حدو متشبت به إلا وغيوصل له ما كاينش المستحيل في الحياة ما كاينش مستحيل هذا اللي بغيت نقول لك ما كاينش شي حاجة مستحيلة أكيد أمل أنت أيضا أمل أعطينا أمل إن شاء الله تعالى الله يخليك أنا بالنسبة لي كنبقى نقول أنا الاستقلالية واحترام المسؤولية النساء شقائق الرجال ما يمكنش نفرقوا شيء على شيء كل واحد كيكمل من جهته خاصنا نكونوا استقلاليات ومستقلات ذاتيا ولكن ليس نرجسيا ما يكونش عندنا داك الاستقلالية السلبية ما نطغاوش بريوسنا وما يكونش الجانب السلبي اللي مسيطر في الاستقلالية استقلالية كتحققي بها النجاح ديالك وكتحسي براسك وصلتي وكتحسي براسك إيجابية في المجتمع ديالك وفي الأسرة ديالك كل واحد تشبت بالحلم ديالو كل واحد راه العالم كله بدا بحلم المشاريع الكبرى بدات بحلم اذا داك الحلم نحتفظوا عليه ونكبروه وغيكبر مع مرور الوقت ولكن الالتزام بالمسؤوليه ما غنقولش انا كنحلم ونبقى ناقص في داري حتى حاجه ما غنوصل ليها كنحلم وانا كنخدم على الحلم ديالي باش ان شاء الله كل شيء يوصل سواء كان الميدان الرجالي او الميدان النسائي فالكل ان شاء الله تعالى غادي يوصل ولكن بالعزيمه والعزيمه والعزيمه هذا هو الامل ديالي في هذه الحلقه ديالك جايين ان شاء الله يا ربي املنا لانه احنا محتاجين ان نعطي واحد الجرعه ديال الامل للشباب ديالنا بانه حتى حاجه ما مستحيله لواحد يعني المراه ما خصنيش نجلس ونقول لا انا هو في الاخر غنتزوج ونجلس نقابل الدار الى غير ذلك لا تبارك الله كاين النساء اللي من امور بسيطه يعني اللي من يمكن من الحلويات يمكن من المكياج يمكن من الملابس يمكن من داروا مشاريع وكبروا بشويه بشويه وصنعوا لنفسهم الكيان ديالهم الواحد ما خاصوش يربع يدو لانه خلقنا في هذه الحياه يعني خلقنا فرحا وخلقنا سعيا ايضا الانسان خاصو يسعى في الحياه خاص يكون هدف الهدف اهل وليدات الدار المسؤوليه لغير ذلك جميل جدا ولكن الى جانب ذلك خاصو يكون واحد الهدف في الحياه ربما يعني ملي كنتكلموا على نساء مستقلات كيسحبونا ضد الرجال وحنا راه ماشي ضد الرجال نهائيا نهائيا فمنكم غادي نختم بها يعني نبداو بسهام
تفضلي عندك شي تعقيب أمل. أن المجتمع كيتكون من مرأة وراجل، فما يمكنش نقسمو بيناتهم نص نساء. طبعا شنو خلاص نكملوا بعدياتها، نكملوا بعدياتها الآخر. أكيد أكيد. سهام، شنو هي رسالتك للرجل، يمكن الزوج يمكن الأب بصفة عامة، كامرأة مستقلة شنو تقولي للرجل؟ الرجل نقول له أعطي للمرأة الفرصة، أعطيها الفرصة إلا كانت المرأتك عاونها، إلا تعطلت من الخدمة من جي ما تبقاش تحكر عليها علاش تعطلتي علاش درتي علاش الماكلة ما وجداتش علاش الدار ما تجمعات، ساعدها خليها هي من جي الدار ما تنكدش عليها، تكون هي باغة توصل الهدف ديالها من تنكد عليها هي غتقول أوكي ما نديرش لحقاش ما نقدرش نساوي بين الدار والزنقة، ساعدها. هذه هي رسالة لكل الرجال، ساعدوا النساء ديالكم ولا أخوتكم ولا أمهاتكم، عاونوهم حاولوا تساعدوهم. لالا غزلان رسالتك للرجل. أنا كتبغي نعقب نقول أن أصلا للرجل أنا ما مش منافسة، هي تحقيق ذات، زي ما هو بيحقق ذاته هي بتحقق ذاتها، فما أنا ما كان نافش فيك عشان مثلا نضايقك، زي ما حكيتي من الأول لما كيسمعوا الاستقلالية الواحد كيخاف كيحسب أنا امرأة مستقلة غد تكون فوق الراجل غادي تطغى لا، هي بس تحقيق ذات، تحقيق أحلام، فمحتاجة مساندة من أهلها من زوجها من مجتمعها، بس مش أكثر من هيك. أما ما هيش منافسة أو هي تحدي، يعني تحدى حد أو إيش، لا بالعكس، هي المرأة المستقلة، مرأة كتبغي تحقق أحلامها، تختار مسارها، تختار شغلها، تختار دراستها، يعني ما بهذا الإشي ما كديرش تشي حاجة مثلا تسيء أو تضايق الطرف الثاني مثلا طرف ذكوري، بالعكس هي تاي زي ما هو كيختار مساره هي كمان كتختار مسارها، كما حكت الأخت بمسؤولية طبعا هي. هذا اللي إن شاء الله كل اللي مثلا ضد فكرة استقلالية المرأة يتفهم ويكون داعم للمرأة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا رب، أتمنى أنه العقلية تكون متكاملة وماشي منطقة، إن شاء الله نكون كاملين، خصنا نعاونوا بعضياتنا، لأنه ربما طبعاً. هي مستقلة وهي مستقل، ولكن كنتلقاو في وسط الأسرة، كنتلقاو في وسط العلاقات الإنسانية، وبالتالي خصنا نكونوا مكملين لبعضنا كآباء كأزواج يعني كأصدقاء، خصنا نحترموا نحترم العلاقات الإنسانية اللي يمكن أنه يجمعنا جميع بطبيعة الحال. أمل، ختاما رسالتك للرجل شنو تقولي ليه وانت كتخدمي وسط الرجال؟ رسالتي للرجل، مطلب للرجل، ما تخافوش من النجاح ديال النساء ديالكم، ما تخافوش من النجاح ديال بناتكم، ما تخافوش من النجاح ديال خواتاتكم، فالنجاح ليهم نجاح ليكم حتى نتومايا. الا كانت المراه ناجحه غتكون فرحانه، ولا كانت فرحانه غتكون مستقره، ولا كانت الاستقرار راه كلشي كيكون ناشط وفرحان. هذه هي النصيحة، ولا هذا هو المطلب ديالي للرجال. الله يعطيك الصحة وخير الختام، تبارك الله عليك، كنشكركم جزيل الشكر، كانت دردشة رائعة جدا معكم بصراحة، فرحت بزاف بالقرب منكم وبتعرف عليكم التواصل معكم بطبيعة الحال، كنت سعيدة جدا بهذا النقاش صراحة. البرنامج ربما التجربة ديالو يعني يمكن نعتبرها مازال في البداية، يعني احنا في الحلقة السادسة، ولكن أنا فرحانة بزاف بها لأنه قدرت تعرفني على عدد من النساء اللي تبارك الله كلهم كنكن لهم احترام وتقدير، برافو عليكم فين ما كنتوا، جميع النساء اللي مروا معايا من خلال هذا البرنامج هذا. وبه غادي نتقدم بالشكر الجزيل بطبيعة الحال لسهام بيتيش الألماطي، وهي سيدة أعمال وكوتش في الكيك بوكسينج، شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة وعلى الدردشة الرائعة جدا معك، وإن شاء الله بإذن الله نتلقاو في المغرب إن شاء الله بإذن الله، ومرحبا بك طبعا حال جديد إن شاء الله. ربي يخليك، ربي يخليك إن شاء الله.
شكرا لك. كنشكر ايضا السيده غزلان محمد وهي بطبيعه الحال ربه بيت، ولكن قبل ذلك هي مديره تسويقيه قبل منها، يعني عاشت تجربه وعداءة. تبارك الله عليك، شكرا جزيلا لك لاله غزلان، كنت فرحانه جدا بالحوار معك ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بك الى جيتي المغرب، اكيد ان شاء الله باذن الله نتلاقاو ان شاء الله. شكرا شكرا لاله سكينه، انا كنت مبسوطه معكم كثير. شكرا لاختك، شكرا جزيلا لك. ايضا كنت اجاب الشكر للسيده امل عنيقي، وهي بطبيعه الحال امراه مغربيه، اول امراه مغربيه اشتغلت في مجال الطباعه، وهي صاحبه شركه للطباعه. شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوه، وتحيه كبيره لك، وان شاء الله نتلاقاو مورا الكونفينمون امل. ان شاء الله سكينه، وانا جد 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 مسروره انني شفتك في هذا اللقاء، لانني فعلا عزيزه عليا وعزيزين عليا البرامج ديالك، ما شاء الله متالقه ودمتي متالقه ان شاء الله تعالى. مسروره جدا باللقاء مع الاخت اسيا ومع الاخت غزلان، مرحبا بكم في المغرب ان شاء الله. شكرا. وانا ايضا سعيده بهذا الحوار الرائع اللي جمعني بكم، وشكرا جزيلا لكم، ان شاء الله نتلاقاو فرصه قريبه باذن الله. تبارك الله عليكم، دمتم فخر لينا، والله يعطيكم الصحه، ما عندي ما يتسالكم. مشاهدينا الله يحفظكم لاله يخطيكم. مشاهدينا كلقاء ممتع جدا بصراحه، في كل حلقه تنكون مستمتعه بالضيفات اللي كيحضروا معايا وبالنقاش اللي كنعيشوا من خلال هذا البرنامج هذا، وكنتمنى ان هذا الاحساس اللي كنخلقوه من خلال البرنامج يوصلكم. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعه. كنشكر بطبيعه الحال كريم نايتسي اللي رافقنا اليوم في الاخراج، كنشكر ايضا اسماعيل كحلاوي ويونس، كنشكر ايضا زميل يعني محمد مبارك لانه كيشغل معنا بشكل كبير في تنسيق الحلقات بطبيعه الحال. شكرا جزيلا لي، شكرا لكم، اوفيائنا، واعود والقاكم في عدد جديد الاربعاء المقبل. دمتم في رعايه الله، امسيه سعيده، والى اللقاء.